الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الوجه السابع أو الشبهة السابعة يلزم قولهم يلزم من ذلك يعني من قولكم بالوجود وجوب والإمكان خروج الأثر عن حقيقته عند فرض عدم المؤثر. قولهم يلزم من ذلك خروج الأثر عن حقيقته عند فرض عدم المؤثر. أنا أظن أنها مسلمة لو افترضت شاركونا في الرأي. إذا فرضت عدم المؤثر فرضا مسلما مقبولا فمعناها خروج الأثر من حقيقته، مش معنى الإمكان الاحتياج إلى المؤثر ليؤثر فيه بالإيجاد أو بالوجود. طيب إذا افترضت عدم المؤثر فهل يخرج الممكن عن حقيقته؟ أظن السؤال كده ولا إيه؟ أو اقرأوها معي. يلزم من ذلك خروج الأثر عن حقيقته أو إيه؟ أن خروج الأثر عن حقيقته عند فرض عدم المؤثر مسلم. يمشي لو زودت هنا يعني إما أن تقول يلزم من ذلك أن خروج الأثر عن حقيقته عندما تفترض عدم المؤثر مسلم لابد تقبل، لكن إذا ما لم تضع كلمة أن وتقول يلزم من ذلك أن خروج الأثر عن حقيقته مسلم أو يلزم فرض ذلك مسلما مقبولا لابد من شيء في هذه العبارة وليس معكم النص الأصلي ما فيه. وعلى كل فزون خروج الماهية أو الوجود أو الموصوفية بالوجوب في الصفة الماهية عن حقيقته عند فرض عدم ذلك المؤثر. صحيح يعني يلزمكم ما هم عن أهل كلمة مسلم هنا شرح الكلمة يلزم يعني إن قلتم بأن الإمكان هو الحاجة والافتقار والاستناد إلى المؤثر فإذا فرض عدم المؤثر لازمكم التسليم بخروج الممكن عن معناه، مش كده؟ فكلمة مسلم هي شرح كلمة يلزم. يلزمكم أو يترتب على قولكم بأن الإمكان والافتقار والاحتياج والاستناد إلى الغير شيء واحد. طيب إذا فرض عدم المؤثر فما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب عليه خروج الشيء عن حقيقته، تمام؟ وهو الاعتراض الموجود هناك في البداية، لأن الإمكان هو الموصوفية بالوجود أو قابلية الوجود أو كذا أو كذا. ولكن لا نسلم كون ذلك محالا، ما هو يبقى محال لأنه انقلب الحقائق، فهو بيقول لا نسلم كون ذلك محالا. كيف وأنه لو امتنع خروج الأثر عن حقيقته عند عدم علته لامتناع خلاف ما ليس موجودا موجودا وهو خلاف شاهد الحوادث. لم تنع انقلاب خروج الأثر عن حقيقته عند عدم علته هو فعلا عند وجود علته وعند قصدها التأثير فيه لا بد أن يوجد، ولكن
عند عدم علتها أو عند عدم إرادتها التأثير فيه لا وجود له، وليس في ذلك شيء، لأنه توالي أحوال وليس قلب حقيقة. يعني هو له عدم سابق على الوجود، وله وجود، وله عدم لاحق به من حيث هو ممكن، أو استمرار بالاستناد إلى علته، وليس في هذا قلب حقائق ولا إحالة، لأنها أحوال ترد متعاقبة. ولم يخرج عن الإمكان، ولم يخرج على وصف الإمكان. الأمر يكون غير ذلك إذا كان معنى عدمه أنه صار واجبا أو صار مستحيلا، بل هو متصف بالإمكان في الأحوال كلها. لكن لا نسلم كون ذلك محالا وأنه من باب قلب الحقائق. كيف وأنه لو امتنع خروج الأثر عن حقيقته عند عدم علته لم تنع انقلاب ما ليس موجودا. يعني إذا كنت هتبص مثلا لحالة النهاية كما الأخ ضرب مثلا بالموت، إذا اعتبر أنه فناء وليس بفناء، لو اعتبرنا أنه فناء فما بالك بالعدم الأول؟ هو كان معدوم وهو ممكن، ثم طرأ عليه الوجود بتأثير المؤثر أو الواجب، ولم يحدث قلب حقائق ولا شيء. لو اعتبرت ده قلب حقائق يبقى ده قلب حقائق. واضح؟ تغير حاله من وجوده نتيجة تأثير مؤثره إلى العدم، كتغير حاله من العدم السابق الأول إلى حالة الوجود. فلو كان هذا انقلاب حقائق لكان الأول انقلاب حقائق. راح فين أخونا؟ زعل كده قرف قرف شوي. هو تبعك؟ قلت له أمشي، قال لي لا خليك يا أحمد. بس ما يمشيش، احنا عايزين نجيب له حاجة. أنا في مرة جبت وزير المعارف الباكستاني ودخلت دار الإفتاء، وكان الشيخ اسمه إيه؟ بلغ 100 عام وزيادة، وكان بيجي دار الإفتاء بتاع لجنة الإفتاء دي ويشارك في الإفتاء. فقال لا اجلس، ماذا هات عصير قصب، وطلع بره جاب 2 شب وشربت أنا والشيخ. ابنه كان معايا في السجن اسمه الدكتور حسين عبد الدايم، الشيخ عبد ايه عبد الدايم، محمود عبد الدايم يا معلم، محمود عبد الدايم كده ما تنطق. لو انت تجيبي له شوب خدي دي يا مولانا، ناوي ياخد شكرا جزيلا. دي ايه عصير قصب تعملي انت حره؟ يلزم من ذلك خروج الأثر عن حقيقته، يعني بعد أن كان ممكنا غير ممكن، يعني يبقى محال لأنه هينعدم إذا زال مؤثره عند فرض عدم المؤثر، وأن يكون ذلك مقبولا لديكم. لا يلزم. لماذا؟ ولا نسل، ولكن لا نسل كون ذلك محالا، لأن لو اعتبرناه محال وانقلاب حقائق يبقى كذلك انقلاب حالته من العدم الأول السابق على وجوده إلى صفة الوجود من باب قلب الحقائق، وليس كذلك. لو كذا كذا لم تنع انقلاب ما ليس موجودا موجودا، يعني في حال الخلق الأول، وهو خلاف شاهد الحوادث. قولهم اللي هو التام، تأثير المؤثر في الأثر صفة زائدة على ذات المؤثر، والأثر على ذات المؤثر والأثر مسلم. خد بالك اهو، يعني اللي المفروض بعد كلمة والأثر الفصلة دي تيجي بعديها، وبلاش الفصل الأولاني. قولهم تأثير المؤثر في الأثر بالإيجاد صفة زائدة على ذات المؤثر وعلى ذات الأثر، ماشي مسلم. ولكن لا نسلم أن التأثير صفة ثبوتية،
لا نسلم أن التأثير صفة ثبوتية، وما ذكروه في بيانه فقد سبق إبطاله في جواب الشبهة الرابعة. فاكرين لما قلنا الشبهة الرابعة وبها تسقط الخامسة أيضا؟ إيه؟ وعلى هذا فقد اندفعت الشبهة الخامسة أيضا؟ إن اللي هو القطع السلسلة زي ما قلنا، واجب يعني يستمد وجوده من نفسه، ممكن لا بد له لكي يدخل في الوجود، وهذا هو نفس معنى الإمكان. الافتقار هذا هو معنى الإمكان وليس وصفا زائدا، هو ليس صفة حتى يمكن أن تكون ثبوتية وعدمية. فالتأثر بالواجب شيء مستمد من معنى الإمكان نفسه، أو هو الإمكان نفسه، ولذلك التأثير ليس صفة ثبوتية، لأن التأثر نفسه ليس صفة ثبوتية بل هو الافتقار. وما ذكروه في بيانه فقد سبق إبطاله في جواب الشبهة الرابعة، إذ أثبتنا أنها لا تعني أكثر من الاستناد إلى ذات الواجب ولا ذات للممكن، بل هي ناشئة منه ويستند إليه وهو معدوم أيضا فيوجده. فما تقوليش إن الإيجاد صفة زائدة على ذات المؤثر وذات المتأثر. الافتقار إلى المؤثر حال العدم وحال الوجود في الحالين معا، يعني الافتقار أو الحاجة تكون للمخلوق قبل وجوده، فكيف تقول لذات المتأثر؟ لا ذات للمتأثر، ذاته هي التأثر الفائض عليه من المؤثر. فما تقولش لا نسلم أنه صفة ثبوتية زائدة على أمرين، ذات الخالق وذات المخلوق، وده أوفق بنظرية أبي الحسن الذي يقول إن الموجود والوجود شيء واحد. الذين يقولون اللي هم المعتزلة، ده أساس المسألة الاعتزالي، وده وخالت على بعض الأشاعرة، إن هناك ماهية ووجود، والوجود يطرأ على الماهية. يبقى هنا ممكن تتخيل فعلا إن في ذاتين، ذات الخالق وذات المخلوق، وأن التأثير يفيض على ذات المخلوق. لا، عند أبي الحسن الوجود هو عين الموجود، ولذلك مثل هذا الجواب يتم أو يستمر كما يقولون، يعني يقوى ويظهر على هذا القول، وهو أن الوجود ليس وصفا طارئا على الماهية، بل الماهية قبله لا شيء، وإنما هو يعطي للمخلوق ذاته وتحققه، كليهما وهما شيء واحد. فإن ليس الوجود صفة للموجود الممكن، أفاضها الله تعالى على ماهيته، تلك نظرية اعتزالية. واضح الكلام؟ قولهم تأثير المؤثر في الأثر صفة زائدة على ذات المؤثر والأثر، ده كلام يشي بنظرية الماهية والوجود، وأن الماهية شيء، ليست الماهية شيئا، وإنما هي تصير موجودة بالإيجاد، وهو الوجود نفسه أي بخلق ذاتها. هل تفهمني يا شيخ؟ على مذهب أبي الحسن، وقد مر بنا هذا الكلام، هم بيقولوا مثل هذا الكلام مقبول لديكم، التأثير لابد أن يكون شيء زائد على صفة المؤثر والمتأثر، عندنا ذاتين وعندنا علاقة بينه وهي تأثير. لا نسلم، لا نسلم أن التأثير صفة ثبوتية، وما ذكروه في بيانه فقد سبق إبطاله في جواب الشبهة الرابعة. ده يستمر
على مذهب القائلين بأن الإيجاد الموجود هو الوجود نفسه، خلق وجوده وليس شيئا آخر يفيض على ماهيته، فلا ذات له قبل الوجود. تفهمني؟ والماهية والوجود شيء واحد على رأي أبي الحسن. وربما أوجبهم يسلمون بذلك بالنسبة لله، لكن يقولون في كل المخلوقات الوجود غير الماهية. والمتكلم عن التقسيم ممكن الباقلاني اللي عمل هذا التقسيم الله أعلم، لكن أبو الحسن بيقول لا، في كل الكائنات والموجودة وجودها عينه ذاتها، وده العلم المعاصر. الإمام أبو الحسن والإمام الحسين البصري معد أربعة خمسة كمان، الصيماري وتلميذه المشهور اللي هو اللي اسمه إيه، تفكرين تلميذ الإمام ابن خفيف الباهلي أيضا من القائلين بأن الماهية عين الوجود، وربما كان ابن فورك أيضا اللي هو صاحب التجريد المجرد. بس المتكلمين يا مولانا لما قالوا بأن الوجود غير الماهية لتمييز المعاني فقط، إنما ليس لكون الماهية شيئا، فده منافي المذهب أهل السنة عموما. الشيء هو الموجود مش كده؟ وإلى ابن سينا بقى إنما هو يمشي على مذهب الأشاعرة، استتشيأ الأشياء قبل أن توجد، فمعقول أن يكون في ماهية يطرأ عليها وجود اللي يركب التركيبه دي متاثر بعقليه اعتزاليه. انما الجواب بتاعنا لا، ليس الوجود شيئا زائدا على ذات الشيء او ماهيته كما تقول. الماهيه عدميه كانت قبل التاثير؟ انه تاثير يعني قابليته للتاثير هو معنى الحاجه، ولحوق التاثير به هو خلق ذاته وماهيته جميعا. معنى لم يكن شيئا قبل التأثير، يعني لم يكن شيئا. القابلية ليست وصفا ماديا يحتاج إلى ما يقوم به، القابلية حكم عقلي. لا نسلم، هذه الإجابة، ولكن لا نسلم أن التأثير صفة ثبوتية، وما ذكروه في بيان فقد سبق إبطاله في جواب الشبهة الرابعة، لأن هي أنك تعتمد عليه إن التأثير نفسه هو الوجود وهو قبل ذلك لا شيء، فلا ذاتين، لا يوجد ذاتان بينهما علاقة. وربما أجيب عن هذه الشبهة بأنها جارية في امتناع حدوث حادث ما في وقت معين، جارية في امتناع حدوث حادث ما في وقت معين وهو غير ممتنع، مش معنا؟ وذلك أنه لو حدث حادث في وقت معين فحدوثه في ذلك الوقت صفة زائدة على ذات الحادث. أختي أشارت إلى هذا، إنه يخصص بالوجود ويخصص بوقت ما معين يظهر فيه، فهل ده يعني حاجة ثانية؟ يخصصه فهمني؟ لكن معنى ذلك خلق شيء جديد، فهم؟ إنما هو يعين وقت ظهوره عندما يريد، يعين وقت اللي يظهر فيه، هذا معنى التخصيص. إنما ليس معنى ذلك إنه له ذات قبل ذلك. تجري هذه الشبهة في امتناع حدوث حادث ما في وقت معين، مع أنه غير ممتنع، وذلك أنه لو حدث حادث في وقت معين فحدوثه في ذلك الوقت صفة زائدة على ذات الحادث، يعني يكون موجود حاجة ويكون موجود النهاردة بالذات مثلا شيء آخر، لأن الحدوث في ذلك الوقت نسبة بين الذات الحادثة وذلك الوقت المعين. واضح الكلام ده حد كده؟ الكلام متصل، يعني جعله فقرتين خطأ، يعمل خط وينتهي بالفقرة اللي فاتت بقوس بسهم كده، كل ده كلام موصول ببعض. معنا حضراتكم؟ والنسبة بين الشيئين، لسه سياق المعترض، والنسبة بين الشيئين
صفة زائدة عليهما، ما يبقاش عليها طبعا، وجدت في المخطوطة أو لم توجد، النبي لازم كده. والنسبة بين الشيئين صفة زائدة عليهما، كل ده بيقول إيه؟ إن يمكن إن الشبهة دي تعرض أو تجرى مش فيما سبق الإجابة عنه، وإنما في وجود أي موجود يحدث في وقت بعينه بالذات، ماشي. والنسبة بين الشيئين صفة زائدة عليهما، يبقى في ذاتين وفي علاقة. ولأننا نعقل ذات الحادث ونجهل كونه حادثا في ذلك الوقت بالذات، إنما حادث يعني مسبوق بعدم، واضح؟ ونجهل كونه حادثا في ذلك الوقت أي المعين، ما دام في إليه إشارة ذلك يعني وقت معين. والمعلوم مغاير للمجهول. وإذا كان صفة زائدة فيجب أن تكون صفة ثبوتية، لأن نقيض الحدوث لا حدوث، ولا حدوث أو اللا حدوث صفة للمستحيل أيضا، فيكون عدما. فالحدوث ثبوت، ولا بد أن يكون حادثا في ذلك الوقت بحدوث آخر، فالكلام في ذلك الحدوث الثاني كالكلام في ذلك الحدوث الأول، وهو تسلسل ممتنع. شفت بقى يعني إذا طلعت من هناك يعرض لك في شأن آخر، واضح الكلام؟ كل ده في مجال الاعتراض، هل هو مفهوم كاعتراض؟ ليس لدينا الجواب بعد. الشيخ بيرد ببساطة وهو غير سديد، كل التركيبة دي فالصة. ليه؟ إذ لقائل أن يقول الحدوث وإن كان صفة ثبوتية زائدة وهو حادث، يعني صحيح أنه قبل الحدوث كان الشيء عدم وهو حادث، لكن بحدوث هو نفسه، وليس شيء زائد. مش الحدوث حادث بحدوث، ده هي دي اللي تبقى مصيبة بقى، يترتب عليها التسلسل. الحدوث حادث ولا بد أن يكون مسبوقا بعدم ذاته، ولكن بشيء هو حدوثه وليس أمرا زائدا، واضح الفكرة؟ مرة ثانية، هذا العرض أو الاعتراض أو سميه غير سديد غير صحيح. إذ لقائل أن يقول الحدوث نعم صفة ثبوتية، وقبل ما يكون كان هناك عدم، لكن وهو حادث، لكن بحدوث هو نفسه، شكل بحدوث هو نفسه، مجرد البروز ده من شأن العدد خزائنه وما ننزله إلا بقى، هو ده لاقتحام دنيا الحادثات أو الوجود ده، هو الحدوث، مش حدوث آخر، مش حدوثه بحدوث آخر. لكن بحدوث هو نفسه لا بحدوث زائد عليه، فلا تسلسل، بل اللي يعمل التسلسل لو قلت إن الحدوث حادث بحدوث، أقول لك طب الحدوث الثاني حادث بحدوث أو هو يبقى واجب، واخد بالك؟ وفي قلب الحقائق، يبقى لابد أن تقول نعم هو صفة ثبوتية، وقبله كان الشيء عدم، ولكنه حادث بذات الحدوث وليس بأمر آخر قام به. الوجه التاسع، قولهم التأثير صفة للأثر، بل صفة للمؤثر، للأسف قولهم التأثير صفة للأثر، فلا يكون التأثير متقدما عليه. الساكن ربع سين التأثير، عايز يقول التأثير يعني اللاحق بالمتأثر صفة له، وما دام صفة له يبقى ذاته موجودة أولا ثم تقوم بها الصفة، لأن الصفة تلحق الموصوف لا تسبقه، ماشي؟ فلا تكون متقدمة عليه. هو بيجاوب لا نسلم أن التأثير صفة للأصل، إنما هو صفة للمؤثر، ليس هو من صفات الأصل.
يعني اللي في صفات الأصل القابلية فقط للتأثير. 2 و15 نشتغل 2 و15 ونختم البتوع دول وننقل إن شاء الله على بتاعة جديدة. لا لا ما ظنيش، لا هدف بعيد. طيب على كل حال نختم لغاية نهاية 247. بيقول: لا نسلم أن التأثير صفة للأثر بل صفة للمؤثر، فلا يمتنع أن يكون متقدما عليه. ما المنع؟ هو ليس صفة له لكي يكون لاحقا، إنما صفة المؤثر. والتأثير وإن كان مضايفا للأثر، في تضايف، يعني لا يكون التأثير إلا إن كان هناك أثر، ولا يكون هناك أثر إلا إن كان هناك مؤثر. والتصف التأثير قطعا من المعاني المتضايف، يعني التي لا تعقل، مش توجد إلا بإدراك الطرفين البنوة والأبوة. لا يكون أبا إلا إن كان له إيه، ولا يكون أن تفهم معنى البنوة إلا إيه؟ بإدراك معنى الأبوة. فهما متضايفان. نعم بيقول ما نسلم بأنهما متضايفين. وإن سلمنا أن فين يا سيدي، لا نسلم أن التأثير صفة للأثر بل صفة للمؤثر طبعا، فلا يمتنع أن يكون متقدما عليه. والتأثير وإن كان مضايفا للأثر، فعلا هو متضايف معاه يعني من قبيل المتضايفين، فلا يمتنع أحد المقولات أو إحدى المقولة، فلا يمتنع أن يكون متقدما عليه كما في التقدم والتأخر. خذ بالك أن المقولات يمكنك أن تخلع عليها على المقولة أو صف مقولة أخرى، يعني تقدم وتأخر أيضا مقولة، لكن يعني زي مثلا إيه، أنت بتقول بالأينية والمتى لا مشاحنة بين أن يوصف بهذا ثم يوصف بهذا ثم يوصف بهذا، بل يمكنك أن تصف مقولة ما بمقولة أخرى. هو هنا بيقول إن مقولة التأثير والتأثر تصف التضايف، مع أنها صفة، يعني هي من قبيل الكيف، هي كيفية من الكيفيات، ولكن في نفس الوقت توصف التضايف. واضح الكلام؟ يعني انه الترابط ده انه لا يدرك معناها الا بإدراك الاخر. ويمكن ان توصف ايضا بالتقدم والتاخر، مع ان التقدم والتاخر الاربعه او الخامسه عندهم، ابحث عنها في الرتبه وفي المكان وفي الشرف وفي ايه كمان؟ العليه. ومنهم من قال في الوجود، الأسباقية بالوجود، اللي هو وجود الواجب على وجود الموجب، اللي هو بالذات يا مولانا، اللي هو سماه التقدم بالذات، سماه إيه؟ فيها اقرا ده سوف يتكلم فيها، موجوده هنا بيانها، ولا يسلم بها بعض المتكلمين، يقصر المعاني على اربعه، هو ان فيه تقدم وتاخر خامس. فهنا بيقول هون رغم أنهما متضايفان معا، لكن لا يمتنع أن يتقدم أحدهما ويتأخر، يعني أن يتقدم بعضهما على بعض كما في التقدم، وأنهما وإن تضايفا فالتقدم سابق على التأخر. إحنا مسلمين بأن انعدام الممكن سابق على وجوده. وإن سلمنا أن التأثير صفة للأثر وليس للمؤثر، فلا يلزم أن يكون التأثير متقدما على الأثر. ما على نظرية إيه؟ إن خلقه هو إيجاده ووجوده هو ذاته وماهيته هي ذاته إلى آخره. ولذلك هو بيقولها كاحتمال آخر. أنا مش يمكن الهامدي مش مع أبو الحسن في النظرية، لكن هي الجواب ده خصوصا الثاني ده الأولاني كافي. إنما لو اخترت أن تقول أو أن تسلم بأن التأثير صفة ثبوتية للأثر حتى لو أخذت بهذا، فلا يلزم أن يكون التأثير متقدما على الأثر لضرورة افتقاره إليه، إذ المفتقر إليه أعم من المتقدم ومن المقارن. دي من عندي، اكتب
المفتقر إليه لا يشترط أن يتقدم، وإنما قد يكون مقارن، أليس كذلك يا شيخ؟ التضايف فيه مقارنة برضو. التضايف ده معنى عقلي، معنى لا يدرك أحدهما إلا بإدراك الآخر، أصبحت سابقا، وده صحيح في الحالتين. لكن عشان تقول لي إنه الافتقار أو زي ما قال هنا التأثير صفة للأثر، وبالتالي لابد أن يلحقه يأتي بعده، أقول لك إن التأثير ده مفتقر إليه، والمفتقر إليه قد يكون سابقا زي والدك، وقد يكون مقارنا. أنت مفتقر إلى الطعام ومفتقر إلى اللباس، هل من الضروري أن تتقدمك؟ ليس بشرط، فهمني؟ فالمفتقر إليه أعم من أن يكون، أعم من المتقدم، بس أنا زودت للإيضاح فقط، إنما هو ومن المقارن، فلم يلزم منه الأسبقية، لأن هو معناه إيه؟ أسبقية شيء على نفسه، واخد بالك؟ صفة التأثير صفة للأثر، واخد بالك؟ ومعنى ذلك أن يلحقه. وأنت تقول بأن الأثر موجود والتأثير لاحق، كيف يكون هذا؟ يعني هذا فهو بيقول لك إن التأثير لو سلمت أنه صفة للأثر، فلا تنسى أن المفتقر إليه يمكن أن يكون سابقا ويمكن أن يكون مقارنا. يلزم من ذلك، لا يلزم أن يكون التأثير متقدما على الأثر، ما لزم القائلين بالعلية من القدم وغيره. يعني الاقتران، يعني لا، الاقتران اللزومي عندهم، وده نفس الشيء عند الفلاسفة؟ لا، ليس نفس الشيء، لأنه العلية معناها أن زي ما قلنا أن الشمس لا تستطيع أن تحجب أشعتها، تمام؟ هي تفياضة حتى تنفد، صح؟ لكن فنيت، فين بقى العلية واللزوم؟ خلصت، العلماء بيقولوا بدأت تشطب فعلا أو تضعف يعني حرارته، هيجي وقت تقف خالص. انت فهمني؟ ال- 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 التلازم بمعنى انه كلما وجد واحد وجد الاخر دوما، ده لا يكون الا في الواجب والممكن، وهم بيقولوا العالم كده، انما في الخلق لا. عشان كده أنا قلت نظرية الخلق لا توجد إلا في الأديان، ولا يوجد إيجاد إرادي إلا في الأديان وفي القول بالخلق، إنما الشغل الثاني ميكانيكي. إذ العلة لا تملك شيئا، أليس كذلك؟ لا بد أن يصدر عنها معلولها، شاءت أو أبت، أو هذه الاحتمالات نفسها غير واردة، الإباء ده ولا مش كده؟ هو كده حتما حسب كلامه. إنما الحكاية إيه؟ سكك بقى، أنوار عرضية وأنوار طولية وشغلانة ما احناش قدها، الاثنين في نظريتين، إما بائستين وإما بالغتي العمق على أمثال ده، وهذا ما نستطيع أن نقول. لما تردي، لا يلزم أن يكون التأثير متقدما على الأثر. أيوه، حد يقول أن التأثير يتقدم على الأثر؟ ماذا كان هو نفسه؟ ده الكلام هنا أنه لازم يتأخر عنه، إلا ما احنا بنقول لا، مش لازم يتأخر عنه، قد يقارن، أليس كذلك؟ الإنسان يحتاج إلى الشيء وهو معه حين حاجة إليه، ليس من الضروري الأسبقية ولا من الضروري التأخير، هذا كل ما نريد إثباته.
لكن احنا ما بنقولش ان اللي هو يلزم ان يكون متقدما. رأيك تاني؟ فلا يلزم ان يكون تأثير متقدم. ده عكس ده. على الاثر لضرورة افتقاره اليه. سنسلم بالافتقار. ولكن المفتقر اليه شكل. اذ المفتقر اليه اعم من المتقدم ومن المقارن. عموم وخصوص. فيصدق بالمقارن ويصدق بالمتقدم ويصدق بالمتأخر كما ادعيت. لكن كل أولئك ليس بلازم. فمن أين ترتبت اللزومات هذه؟ العلية فكرة مادية ميكانيكية، يتحرك الإصبع فيتحرك الخاتم، والعالم موجود بوجود علته مساوق لها في الوجود، ولا يمكن عقلا إلا هذا ما دام سلمنا بالأصل، أليس كذلك؟ طيب والإفناء تجديد الوجود. طيب ابن سينا بيجو رد على هذا بتأثيرات الشمس والعوامل الطبيعية. طب ده في الدنيا، وبعدين في عشان كده قالوا الآخرة كلها روحية، يعني لا يمكن فيها خلق. من غير آسن والكلام ده كله ده بس يعني تشويق للغلابة، بس إنما مش صحيح، مش بالضبط. فكرة لها طبيعتها الخاصة ولها، وهي لا تلتقي مع الأديان المنزلة فيما أفهم، ولا تلتقي مع الكمال الإلهي. إن تقول ربنا أنت مريد ولكن لازم تنتخبني، يبقى إزاي بقى؟ لازم تخلقني إزاي؟ ما هو مريد يعني يخلق أو لا يخلق، يختار أيهما. ولذلك أهل السنة بيقولوا إن ده ممكن بالنسبة له، والبعث نفسه ممكن بالنسبة له، لكن هو وعد أن سيبعثنا ولا يخلف الله الميعاد. هذه نظرية متناسقة مع بعضها، ودي نظرية متناسقة مع بعضها، والواحد يختار بقى. والاختيار صعب لأن فيه خوض الأهوال. مولانا الشيخ الشعراوي صح بيقول لا يمكن الحشر بالأبدان. الشيخ الشعراوي لا يمكن الحشر بالأبدان، بالأرواح يعني، الحشر حشر الأبدان. لا لم يقل بهذا، بالعكس، إنما هو ده كلام ابن سينا، مش كلام بعض الفلاسفة المسلمين. يسلمون بالبعث ولكن يقولون هو روحي لا مادي. هنلحقهم يعني، ما تخافش عليا. كنا بنقول ايه؟ وإن سلمنا أن التأثير صفة للأثر فلا يلزم أن يكون التأثير متقدما على الأثر لضرورة افتقاره إليه، يعني بحجة أنه مفتقر. إذ المفتقر إليه، لما أصلح لنفسي، أعم من المتقدم ومن المقارن. قولهم المؤثر في الحادث، ده اعتراض آخر، اللي هو نمرة كام؟ العاشر، صح؟ لا ليس بعد ياسين، هذا التاسع، ملحق بالتاسع، يتبع التاسع يا سيدي، يعني يتبع التاسع. جميل. قولهم المؤثر في الحادث إما قديم أو حادث، قلنا بل هو قديم، كيف يكون الواجب سبحانه أو الخالق حادثة؟ بل هو قديم. طيب نمشي معهم بقى شوية. قولهم إن تأثيره في الأثر صفة متجددة، دليل الجود الإلهي عند ابن سينا. قولهم إن تأثيره في الأثر صفة متجددة، يعني نشأ فيه ما لم يكن فيه بعد أن لم تكن، يعني حلول الحوادث في ذات الله،
ويلزم من ذلك التسلسل أو الدور، وليس كذلك، فإنه وإن كان التأثير صفة متجددة فلا معنى له غير وجود الحادث بقدرة المؤثر. يعني تبص تلاقي كده ظهر، من ذلك ربنا وصفها دائما بأنها لمحة سريعة جدا كالبرق الخاطف اللي هي في سورة النحل وسورة ياسين، إذا أردنا أن نقول له إلا كلمح بالبصر، حاجة كده يعني يجي أوان وتبص تلاقي تخلق وخرج إلى دنيا الوجود. فصحيح أنها صفة مؤثرة، لكن وليس كذلك، فإنه وإن كان التأثير صفة متجددة فلا معنى له غير وجود الحادث بقدرة المؤثر. ليس هناك إلا هذا، الله وفعله، هذه الموجودات في وقت حدوث الأثر، فليس لدينا ذاتين ولا علاقة بينه ولا حاجة. وتجدد الإيجاد بالقدرة من مقتضيات القدرة القديمة، فإن القدرة عبارة عما من شأنه أو عما من شأنه عما هو من شأنه عما من أو ما مش عارف شأنه تخصيص الحادث بالوجود دون العدم. واضح؟ لأن ما سوى ذلك مش بتاعها، هو بتاع الإرادة اللي تكلمت فيه، والوقت والحال. إنما الإخراج إلى دنيا الحدوث دي عمل القدرة، لا ما يلازمه التخصيص، ما لابد للتخصيص منه، ولكن لا يتسلم ما لابد منه للتخصيص. واضح الكلام؟ يعني لكي نأتي لابد أن يريدنا، لكن ليس من الضروري أن يريد. زي ما قلت لك، تقول لربنا أنت حر ولازم تخلقني، زي الطاغية اللي بيقول أنت حر ولكن لازم تتخذني، هذا الكلام قلناه من زمان. ده معنى الإرادة، الخلق أو لا خلق، الإيجاد أو الترك، أليس كذلك؟ يبقى إيه العلية بقى؟ والعلية لا إرادة، فعل، ولكن فعل لزومي لا إرادي بالإيجاب، زي هم سموه الخلق بالإيجاب، هم ما لم يتهربوا منه. فالخلق بالإيجاب أو الخلق بالإرادة، علينا أن فمن قال إحنا بنقول الخلق بالإرادة، ومعنى الإرادة معنى القدرة حدوث الكائن، ومعنى الإرادة تحديد موعد حدوثه وصفاته، مش كده؟ وتجدد الإيجاد بالقدرة من مقتضيات القدرة القديمة، القدرة القديمة، فإن القدرة عبارة عما من شأنه تخصيص الحادث بالوجود دون العدم، لا ما يلازمه التخصيص. يعني لكي نوجد لابد أن يكون خالقنا قادرا، ما لم يتصف بالقدرة لا نوجد، لأنه يوجدنا بقدرته. فوجودنا محتاج للقدرة، ولكن ليس وجود القدرة ضرورة الإيجاد، لا، له أن يوجد أو لا يوجد كما يرى، فهو مريد. لا ما يلازمه الذي يلازمه التخصيص العلة والمعلول. إذا كان الإيجاد بالتعليل فهنا اللزوم، التلازم ممكن أو ضروري فعلا لو قبلنا هذا، إنما إحنا محتاجين للقدرة، ولكن ليس معنى اتصافه بالقدرة إنه لازم يوجدنا، لا، له أن يوجد وله أن لا يوجد، هذه معنى القدرة وهذه معنى الإرادة. فإن القدرة عبارة عما من شأنه تخصيص الحادث بالوجود
دون العدم لا ما يلازمه هذا التخصيص غصبا عنه لازم لا، فلا يلزم من ذلك وجود سبب آخر ومؤثر آخر فلا دور ولا تسلسل، ومجرد الاستناد إلى الواجب هو عين الحدوث وهو عين الذات. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا، والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.